اتورختي يا قرن اتورختي فديت انا اهل السعوديه. قلت لك باش تعرف فندق، انا ما عرفتش نقولها، انا ما عرفتش نقولها، انا ما كذبش عليك اخي قرن، انا ما عرفتش ايش نقولها. انت الدومين ديالك هذاك قرانه والحرفه ديالك فديت انا اهل السعوديه. انا ما فهمتكش والله، بس حاب لي امرقا يا قرانه، امرقا امرقا يا مل امرقا خاتره. ما كلشي يزيد يضحك عليك يا جاوي، يا درجي شو اصاحبي سيدي كتقدر تقول له ميرسي اختي وفديت انا اهل السعوديه. اخوان كيقول داك اللي ما عندوش ظفار ما عرفتش كيقولوا له، اللي ما عندوش اللي عنده الفجاه طيح الزريعه تعذبو، قال لي الا بغيتي تعذبو طيحوا على ظهره هكا في الارض يبقى بيضالي بحال الفكرون ما يقدرش ينوض، والله ما ينوض، والله ما ينوض اخوتي. الشيخ انا بغيت نعذبوه، ها انتوما ديروا شي ديروا شي طاق بحال هكا ايكم اخوان وديروا جواد قنانه قولوا بغيت تعذب هذا الانسان هذا طيحوا على ظهره، والله ما ينوض. عرفتي الفكرون فاش كنحطو كيبقى يدير هكا 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 جواد، والله راه دوختي الفلفل اطلع حمزه بيوضي اطلع الاخ اللي ساكن في الديار الفرنسيه قرانه وتحاموا عليك ونعطيوك نعطيوك العصير اخر، انا نعطيوك العصير نقصحوك يا جواد نقصحوك نقصحوك يا جواد بالهضور ديالنا نقصحوك يا قنانه. قال قنانه الا بغيتي تعذبو طيحو هكا على ظهرو بخي بيضالي. كلشي ضحك يا جواد كلشي مشيتي فيها جواد قنانه، مشيتي 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 كفته مشيتي مشيتي بوصله ويرسك فديت انا السعوديه. فين؟ شنو؟ شنو؟ كتب انا كتب لهم لوبيا. لا جواد شوف ماشي ماشي بالضروري يكون كلشي بحالك جواد صاحبي، راه ربي خلقه فرق، راه الرب الزين خلقه فرق، كاين جواد قنانه وكاين الشكح وكاين العيالات. الحشومه قنانه سبحان الله، هذه الحشومه يا رجل هذيك لا ديالنا ما كاينش خبر واسات يضحكوا عليك عندوز. والله شوف اخر انا والله ما انا من شوف انت كضحك انت لوبيا شارف اخر انا انت لوبيا كبيره انا انت كضحك معاهم خاصك تقبل انت هما فاش يضحكوا معاك بكل روح رياضيه فهمتي ما خاصكش تهرب اخر انا ما كي اخر انا ما تعصبش اخر انا وانت قلت لي فديت اهل السعوديه شكون اللي كيدير الحركه هذه اللوابه انا راه ماشي لوبيا اخر انا الله يرحم لك الوالدين انا راني راجل 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 ها الرجل منذ الطفولة صافي صافي ما تقاش انا لازم نحكي معاه نورمال ولد الخير رومان رومان ولد الخير رومان رومان هاني يا جواد شوف هاني يا جواد دابا يكبر ويعجبك يا جواد هاني هاني ماشي مشكل يوشك تعاود يوشك تعاود فطرتو مزيان كي عندكم رمضان في الديار الفرنسيه والله الا مليح بالله مليح مليح اخوان حقا شوفوا فاش قطع اللايف تشوف واحد ستوريات هاربين ديال بصح يبقاو معايا على القرص البلباله وحتى غادي تكون شي لعيبه هاري البوزيدي قال لكم الو سمع بلاتي راه ما يمكنليش اريد نطلع ثلاثه في الكيس الكونسيبت القديم الضحك النشط شي حاجه سميتها الكلاشات كلاشي مع هذا انا بعيد اخي شوف شوف اخي تربيه اسمعني اخي بيوض اللي بغيت تلصق عليك بلوكي من الاخر صافي اللي بغيت تلصق ولا شتي فيه الزكزاك بلوكي صافي ضيعنا واحد الوقيته واحد الوقيته وسخنا صورتنا بزاف عطينا له فرصه لشي وحدين كانوا غير كيسمعوا بينا بزاف د الحوايج صافي بلوك ما تجاوبش بنادم فهمتي واصلا هو تيضحك معايا اخوان من الحوايج كبر منك واي واحد شوف واي واحد هو قال لي هذه خطره شكيحه شوف انا رديتها له ضحكنا عادي اسمع كيقول لك كيقول لك اللي كيقول فيه كيقول لي فيه فهمتي اللي فيه اللي فيه شيلولا راه كيقول من الاخر واش فهمتي قال لك اللي ما فيه فيز كاين فيز النوع ديال البشر كتلقى الله يسر لوبيا وخاصو ضروري يكون لونطوراج ديالو كامل لوبيا عاد باش كيرتاح في النفس ديالو كاين كاين هذا النوع شوف الا كنتي لوبيا ما يمكنش ترد لونطور العالم كامل لوبيا فهمتي خاص الانسان كيقول لك شوف السفيره كيهضر باللي فيه الحمد لله من الاخر الانسان ما خاصوش يبقى يترامى على الناس ويبقى يطيح عليهم واحد الهضره ما كايناش حنا الا هضرنا هضرنا بشي حاجه بلي بروف شوف كل واحد راه كل واحد راه بلاكتو على ظهرو من الاخر وماشي بالضروري انسان كتقال عليه ديك الهضره خاصو يقولها على كل شيء صافي الانسان يطيح كواري شويه الارض ويجلس يتكالما ويتسند العظام ويقابل شغله وهذا ما كان حقاش الانسان ماشي تيشرف ويرفع غير بقيت تلصق في الدراري الصغار ما كسب با لابين الانسان يمشي يتكمش
عندك شغلتك حرفتك، الله يسهل على كل واحد حتى ما يبقاش يتلصق في 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 اي حاجه، ويبقى يطيح الصوره ديال اي واحد باش يبين راسو زوين. شوف الا كنتي زوين راك زوين، الا كان بادم اكسبتك بغاك بغاك راه بغاك، ماشي بالضروره تطلع فوق ظهر واحد اخر تبينو خايب باش انت تبان زوين. هادي راه كاين بزاف الناس كيديروها في السوشيال ميديا هاد. باش نقول لكم الخوت خاصكم تلاحظوا راه شحال من واحد كيطلع على واحد باش يبين راسو زوين. قالوا لي خطره في ميساج ولا قالوها ليا اي انا كنلاحظ كل الناس كيعرفوا كيكون صورته كحله وكيبغي كما كيقولوا يمسح رجليه في واحد اخر باش يبان هو زوين. حنا عارفين هذا الشيء هذا. شوف راه كل واحد بلاكتو على دارو، وراه الناس ما قد الشعب الوحيد اللي ما تطوخوش هو الشعب المغربي من الاخر. سالات الحفله. شكرا لك احمد على هذا. شوف بقى في الكونسيبت ديالك الضحك النشاط شفتيها ولا بلوكي. الله يحفظك احمد، شكرا بزاف. بيس دوخ عز الخوت. رمضان مبارك سعيد، وهذا الشهر هذا شهر الغفران شهر الرحمه. انسان يحاول يلقى ميك زوين يقولها ما لقاش يسب سوتو من الاخر. يلا روح حاول تسكر روح تريح ماكيني اعطيه يلا شكا على الهضره هذه العز. هذا الاخ ديالي فرنسا تبارك الله عليه عنده الهضره معقوله، الهضره معقوله. الاخ ديالي هذا اخ ديالي فرنسا ديال الفرنسيه برافو عليك يا رفيق تبارك الله، ينطق الحروف والكلمات الله يعطيه الصحه. المهم الاخوان كان معكم لايف توب دو توب، كنبغيكم اخوتي وشك حاضر هذه وتهلاو ونتلاقاو في لايف جديد. المهم اخواتي الاسطوريه ديال دابا البلبله عز.